للأسف بعض الزوجات ممكن تطعن في رجولة زوجها وما يهمها أي شيء بس علشان تكسب قضية طلاق للضرر. ممكن تطعن في كل ما يمتلك هذا الرجل. نعم، يعني الرجل وهو خلاص محطم، قلت له أنت اللي باقي لك رجولتك، صح ولا لا؟ خلك رجل، خلك قوي، وخلنا ندافع عنك. احنا مو بس نفهم بالقانون، حتى بالطب وبالشرع. تعال عطني التقرير الطبي. اولا هذا التقرير اذا قال ان انت غير قادر شيء، واذا قال انت غير راغب شيء اخر. ولازم هذا التقرير الطبي اذا قال انت ضعيف يجب ان يستمر سنة كاملة على هذا الحال وما يتحسن. اليوم الطب تطور، طلع الريال فعلا مظلوم، وهي اللي تمتنع ويا كثر الزوجات للأسف اللي تمتنع هي عن الرغبة مع زوجها وبعدين هي تطعن فيه. قلت له اصبر، احنا علشان ننقذك ونقلب الطاولة عليها روح وتزوج خلال هذه السنة علشان نثبت ان انت كنت معاها غير راغب او هي ممتنعة وليس غير قادر. وراح وتزوج وفعلا اثبتنا انه هو انسان ما عنده اي مشكلة، وكانت المشكلة كيدية من هذه الزوجة المتعنتة ورجعت معها الحياة.